اهلا بكم. جالنا على الفيسبوك رساله من امل ترك، هي من تركيا، قالت انها عايشه في لندن واتعلمت اللغه العربيه، قالت انها ابتدت تتعلم اللغه العربيه على اساس بتتابع البرنامج، وتعلمت شويه من عندنا من البرنامج وشويه من المعهد اللي بتروحه في لندن، وبعت لنا رساله بالعربي انا مبسوط بها جدا، فبشكرك وبشكرك على الرساله الجميله، وان شاء الله نكون عند حسن ظنك تملي، وعملنا اكل تركي زي ما شفتي من فتره. اما بالنسبه لدعاء من العراق، بتتمنى اتمنى انكم بتتفرج النهارده لانها طلبت زنود الست، فان شاء الله يكون في زنود الست النهارده. وتريزا من السودان، حطينا لك البيتزا امبارح فاتمنى تكوني خدتيها. اما ايمان من مصر بتسال هل يمكن حفظ المحشي، فما اجي عندنا نعمل المحشي هيكون جزء من الحاجات اللي هنعملها النهارده، محشي هنتكلم عنها. وهبتدي حلقتنا النهارده بنوع من انواع العجائن اللي عاملها، اللي هو خبز ممكن تستعملوه كفطاير كخبز، او ممكن لو بتحضروا للعيد وعايزين تستعملوا حاجات ممكن تكون بسكوت بالعيد، وخصوصا هيكون في عجوه او في في الفواكه الجافه اللي هي اصلا اليميش اللي احنا بنستعمله كتير في رمضان. ببتدي هنا بالمكونات الجافة، بستعمل حليب بودرة وبستعمل سكر، يعني كمية السكر بستعملها كتير، زي ما قلت ان هو خبز مسكر ومعهم خميرة، وبحط شوية هنا من الزبدة وبخلط دول مع بعض، وبعدين بضيف عليهم بقية المكونات. عندي هنا بيض، بحط البيض وأحط الحليب، يعني كمية الحليب السائل بيكون حليب سائل زائد الحليب اللي أنا حطيته كمان حليب بودرة، نضيف كل دول فتبقى عجينة طرية وبتبقى مختلفة، طعمها بيبقى مختلف شوية، وكمية الزبدة كانت فيها قليلة، وزي ما احنا شايفين بمجرد بس ما العجينة تلف مرة بتكون خلاص، يعني زي ما احنا شايفين بمجرد بس ما بتتعمل تتجمع كلها ككتلة واحدة، يعني في العجينة كلها اتجمعت كتلة واحدة هنا، بسيبها تتخمر حوالي 35 دقيقة، فدوت فكرة العجينة. كده بقت العجينة اتجمعت كلها، بسيبها تتعجن، بسيبها شوية صغيرين وبتتحط 35 دقيقة، وده بيكون الفكرة بتاعة العجينة نفسها اللي افردها. واخد اتصال. الو الو، مرحبا. يا اهلا وسهلا، ازيك يا سهام؟ الو مرحبا، شو بسام؟ شلونك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير، الحمد لله الحمد لله. طبعا اشكرك على كل الاكلات اللي تسويها، كلها سويتها وكلها مضبوطه وكلها طيبه وعجبتهم بالبيت. الحمد لله، شكرا يا سهام، شكرا على المتابعه. وطبعا اشكر اخت ام محمد، سويت البارحه بيض القطه، يعني كلش طيب. طب الحمد لله، الحمد لله، شكرا جزيلا. ان شاء الله تموريني. هي عملت امبارح الخبيصه، وكانت الاخت فاطمه البحرين وجميع الاخوات المتصلات وكذلك العاملين معك. بتحبي تهدي لهم اغنيه يا سهام ولا؟ نعم، تحب تهدي لهم أغنية؟ لا مش مسامة، ذاك اليوم سويت كوبا مع الجمبري، يعني الجمبري كان جف. نعم نعم نعم، كان الجاف ونقعته وسبته. كان ايه اخبارها؟ ايه اخبارها، عجبتك؟ لا كلش طيبة. طب الحمد لله، الحمد لله يا سهام، الحمد لله، شكرا، الحمد لله. تحياتي لك. شكرا ليكي، شكرا ليكي، وان شاء الله دلوقتي يا سهام. تحياتي يا سهام، لو حابه تجربي الخبز دوت ظريف جدا مختلف تماما. حطيت هنا اثناء مكالمه سهام، حطيت تمر مع تين ومشمش، دول اللي هم بيبقوا جاف، يعني التمر جاف والتين جاف، بحطهم هنا بقبل لهم شويه. وهنا التمر، جبت التمر اللي هي العجينه نفسها دي، ممكن تتعمل بحيث ان انا احط ديت برضو كحشوه عليها شوية ممكن من القرفة، شوية من الحبهان لو حبيته، مع شوية حليب ناخدها هنا، ودي بحطها هنا في النص على العجينة نفسها، ونفس الشيء باخد التمر اللي احنا او التمر مع المشمش اللي احنا حطيناه دوت، بشيل شوية منه هنا، وبعدين بقفل العجينة ديت، يعني بعمل العجينة دي باخدها واقفلها على اساس افردها مره كمان، نقفلها نتاكد انها مقفوله كويس، وباخدها هنا شويه دقيق وبتتفرد بالطريقه ديت، وبفرد ديت بنفس الفكره على اساس انها بس تكون مقفوله من تحت، ناخدها كده وبسيبهم يتخمروا مره كمان، يعني بعمل العجينه وبسيبها تتخمر مره كمان، فبترتفع مره كمان 35 دقيقه. بنجيب هنا هوت شويه من الحليب، بدهنا بحليب، يعني هي فيها حليب وبدهنا برضو من الحليب، نحط شويه حليب هنا وافردها
شوية، نضغط عليها شوية قبل ما ادخلها الفرن، وبعدين بنقطعها هنا من الجناب بالطريقة ديت، نلفها وبعدين بنحط عليها شوية صغيرين يعني، وهي لسه بتبقى لسه مبلولة شوية، أو بابلها تاني لو حبيت بابلها تاني. طبعا هتكون ممكن تقصوها بسكينة أسهل لكم، حطها بالطريقة دي. وبعدين بحط شوية تانيين من الحليب، وأحط عليهم حبة صغيرة من السمسم. نجيب شوية سمسم هنا اهو، نحط ده كده اهو، شوية هنا اهو من السمسم، ونحطها في الفرن ونشوف شكلها لما تطلع من الفرن. ده هيكون هنا اهو، وبسيب ديت تستوي. حرارة الفرن 350، هسيبها حوالي 25 دقيقة، ودوت لما بتطلع من الفرن. ده بيكون فكرة الخبز. نطلعه هنا اهو، ممكن يكون زي ما احنا قلنا شوية بالفواكه المشكلة، او شوية بالتمر، فدوت ممكن يتقدم كحلو. هنروح دلوقتي نشوف المائدة الفلسطينية بتتميز بإيه، ونرجع ونواصل معاكم ونشوف بقية أطباقنا الرئيسية. نشوفكم على خير إن شاء الله. المائدة الفلسطينية عندنا هي معروفة إنه فيها دائما طبق رئيسي، وإحنا عندنا هون القدرة طبق رئيسي، والمسخن، المسخن طبعا معروف هو ومشهور كثير بفلسطين كونه خفيف على المعدة. الدجاج بيكون بالزيت الزيتون مع بصل طبعا، وعندنا الشوربة أساسية اللي هي الفريكة، والمقبلات طبعا عندنا هون اوزي، في ناس بيسووه بالعجين وناس بيسووه بهاي الطريقه بالخضار، والنخيه طبعا، وشوربه عدس بنعمل كمان، بنعمل مرات يعني حتى عصائر رمضانيه، الحلويات الكنافه، عاملين كنافه حلوياتنا كنافه بيتيه يعني مرتبه بتطلع. كل عام وانتم بخير. اهلا بكم. ابتدينا نعمل مع بعض انواع من المخبوزات اللي هي كنت بتكلموا على فطاير. المخبوزات اللي احنا عملناها او نوع الخبز اللي عملناه ممكن يكون زي فكره بيسموها رقيش، او ممكن يتحشي عجوه، ممكن يتعمل بالطول ويتحط فيه عجوه ويتقطع حتت صغيره، او يتعمل زي خبز ممكن يتاكل مع سحور دلوقتي، او لو حابينه بعدين زي نوع من انواع البسكوت. كانت ايمان بتسال على المحشي، ممكن اجمد المحشي يعني ممكن تحشي المحشي وتحشي تحطه في الفريزر؟ ممكن لو هو ورق عنب، ما تحشيش مثلا كوسة أو فلفل لأن فيها نسبة مية كتيرة، لما بتتحشي وتحط في الفريزر دي بتتجمد بسرعة، بتطلعيها بتتهري. لكن هنعمل محشي ممكن الخلطة بتاعتها ممكن أحطها في الفريزر بس مش المحشي نفسه. هعمل هنا الخلطة بالأول ببرغل، هستعمل برغل، بستعمل هنا برغل خشن، بنقعه شوية صغيرين، ومع البرغل دوت عندي طماطم بصل والدبس أو اللي هو معجون الفلفل، معجون طماطم ودبس تمر، ملح وفلفل وقرفة وحبهان وقرنفل وكزبرة وسماء. دول الخلطة اللي هحطهم ينوت، ومعاهم لحمة مفرومة. أثناء ما أنا باخد اتصال هعمل الخلطة اللي هي خلطة المحشي ديت، وناخد اتصال. ألو؟ أيوة. أهلا أخت منور. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ كيف الحمد لله، زي حضرتك، أهلا وسهلا. بدي أسأل عن الكنافة العربية اللي هي بس بالجز والصنوبر، معمولة في القلاية ولا في الفرن؟ بيعملوه بالفرن بتهيألي، بالفرن لا على الغاز من فوق هيك بحمروها، وهي تقريبا الطريقة الفلسطينية. النابلسية؟ لا، اللي بالجوز والسنوبر بس. بجوز والسنوبر بس، اوكي. طيب احنا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض النابلسي، بكره او بعده هنعمل النابلسية، لكن هقول لحضرتك على اللي ممكن تعمليها على القلاية، نصها على القلاية ونصها في الفرن، ممكن تعمليها ازاي؟ هقولك على طريقة سهلة ليها بإذن الله، مفيش مشكلة. أو هشوف ايه الكنافة، احنا عندنا لسه كنافات ما عملناش، هشوف في الحلويات، لكن بإذن الله خلال الحلقة النهاردة هقولك بالظبط طريقتها بإذن الله، تأمريني يا أختي. بالنسبة للحشوة اللي أنا بعملها هنا، قلت إن أنا ممكن أعمل الحشو ده وأخليه في الفريزر، لكن محشيش المحشي وأحطه مع الفلفل في الفريزر. هنا دبس تمر
وهنا صلصة طماطم، صلصة فلفل، يبقى كل دول مع بعض بعمل الحشوة ديت. ده هيبقى الخلطة اللي انا هاخدها واحشي بيها الفلفل. اما الاكل نفسه او الطريقة نفسها اللي اطبخ بيها، بطبخها هنا باني بجيب شوية من بجيب اللحمة وهسويها هنا في القلاية. ناخد قطعتين اللحمة هنا بحطهم هنا احمرهم، هحط اللحمة وهسلقها، يعني مش عايز احمرها بمعنى اصح، انا عايز اسلقها. وبسلقها في نفس الشيء، بجيب هنا دبس، دبس تمر، نحط الدبس هنا ودبس رمان يبقى مزز اكتر عشان بستعمل معاه سماق، كمية كبيرة هنا من السماق. وبستعمل معاه اللي هي معجون الفلفل، يعني عندي السماق والدبس والفلفل، وبحط عليهم مية، كمية كبيرة من المية، لان هستعملها هطبخ بيها اللحمة وهطبخ بيها كمان الفلفل. نحط دول كلهم هنا، نزود شوية من المية، وبعدين نحط شوية على اللحمة، ناخد شوية هنا، بسوي اللحمة بكمية كافية هنا لغاية لما أغطي اللحمة، وعشان هي فيها دهن مش هحط زيت ولا هحط أي حاجة، نسيبها لغاية لما توصل لمرحلة أنها كلها بتستوي. نتأكد إن كله وصل هنا، فديت بتكون اللحمة بسيبها تتسبك، وبيكون دي الفكرة بتاعتها. فهاخد قطع اللحمة دي نحطها في قلب الحلة اللي أنا هسوي فيها الفلفل اللي أنا هحشيه. وأثناء ما احنا بنعمل كده هناخد اتصال. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. شلونك شيخ أسامة؟ الحمد لله. ازيك أخت أم أحمد؟ أهنيك على هذا البرنامج المبدع. الحمد لله، ده من ذوق حضرتك. شكرا على كل الأكلات اللي تقدمها. الحمد لله، الحمد لله، شكرا لحضرتك. بس أنا عندي طلب أتمنى تسديه إياه. إن شاء الله ربنا يقدرنا بإذن الله. يا ريت يا شيخ أسامة، مرة سويت كيكة الشطرنج. كيكة الشطرنج. وعجبني كل شغلاته وتشكيلاته. طيب إن شاء الله. يا ريت تقدم لنا المقادير، وإذا سمحت تقدم لنا الطريقة. طيب. أوعد حضرتك إن أنا نقول المقادير، لكن الطبخة نفسها الكيكة نفسها نعملها بعد رمضان بإذن الله. ها زين، يعني هاي الأيام ما تقدر تسوي لنا يا غير أطور الحلقة؟ خلاص، أنا ممكن أنزلها على الإنترنت على الويب سايت، وممكن أحطها على اليوتيوب، على ممكن تتفرجي عليها خطوة خطوة على اليوتيوب. لا احنا بنفكر على التلفزيون. معلشان في رمضان حاجات كتيره، في كنافه وفي البقلاوه وفي حاجات كتيره جدا، وفي كحك العيد والبسكوت والغريبه والمعمول. فان شاء الله هقول لحضرتك على المقادير. من عندك على التلفزيون؟ نعم، وعد من عندك على التلفزيون. طيب انا هقول لحضرتك، هقول لك المقادير بتاعتها ان شاء الله النهارده او بكره. بس ورا التليفون. شيخ اسامه عندي مداخله بالنسبه للاكلات العراقيه. اتفضلي. أدي أكو شغلات إذا تسمح، يعني وقت البرنامج يسمح. تفضلي. أكلمك فيها. تحت أمر. بالنسبة عندنا إحنا حلاوة الجزر. نعم. يعني أنا متابعة هواية حلقات البرنامج، يعني من زمان متابعته، يعني ما أشوفكم تسوون حلاوة الجزر. حلاوة الجدر. الجزر. أوكي. الجزر الجزر. آه حلاوة الجزر. الجزر. لا عملناها، عملناها حلاوة الجزر، لا عملناها. اتعملت حلاوة الجزر. ما شفتها. بس. وحلاوة الشعرية. حلاوة الشعرية. يعني اللي هو الفارماسيلي او المكرونه، وبتتعمل بطريقه مختلفه. يعني الشعريه هاي دي تصير رفيعه اللي خلوها على الرز. ما هي اللي بتستوي مع الرز اللي هي الشعريه اهو. خلاص نشوف طريقتها ازاي ونعملها ان شاء الله. اليقطين، اليقطين هم نسويها، احنا عندنا نسويها بالعراق. عملنا اليقطين بس نعملها تاني باذن الله. اه يعني مرات تفوتني الحلقات، يعني كهرباء مرات ما عندنا. لا خلاص انا كلش متابعه البرنامج وكلش معجبه. ده من ذوق حضرتك. ده من ذوق حضرتك والله. احنا خطة مو طبيعية عندك بطريقة التقديم. الحمد لله، الحمد لله. ويهنيك، ويهنيك على هذا البرنامج الحلو. الحمد لله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، وان شاء الله باذن الله، باذن الله نحاول نشوف موضوع الوصفات اللي بتطلب مننا، وان شاء الله ربنا قدرنا ونقدر نعملها باذن الله. اما بالنسبه للفلفل هنا قبل ما بغطيه بتاكد ان البرغل ده فيه سائل كافي علشان يستوي. فبحط هنا بقيه المرقه اللي احنا عاملينها. بملى كل واحدة فلفل بكمية كافية من السائل هنا، وبعدين بنحط هنا هوت بقيته علشان أسوي أو أكمل تسوية اللحمة. نحط هنا بقية تسوية اللحمة هنا، نحط في دي كمان، وبنحط شوية من السائل. بسيب دول يستوي، والفكرة بتاعته طعمه مختلف تماما. نحطها هنا
وبسيب دول يستوي. بس بتاكد ان بعد ما بحط كميه السائل كلها بغطيها بطبق، يعني بحط الغطا وبغطي ديت بطبق على اساس ان دوت تبقى مكموره، بحطها هنا اهو وبنسيبه لغايه لما بيستوي بدوت بنوصل للشكل دوت. يبقى سويناه بالطريقه ديت وبيكون فكره الفلفل زي ما احنا شايفينه بيكون استوى والبرغل اللي فيه استوى ومعاه قطع اللحمه، يعني اللحمه بتبقى من تحت ولو مسكنا كل واحده هنا بيبقى فيها سائل كفايه على اساس تستوي فيها. نطلع الفلفل هنا ممكن ناخد اتصال سريع اثناء ما احنا بنغرف الطبق. الو، نحط هنا قطع اللحمه بالعط، ممكن نحطها في النص هنا فبيبقى مختلف، يعني دوت بالبرغل حشوته مختلفة، برغل خشن على أساس إن البرغل الناعم بنستعمله في حاجات والخشن بيستعمل في حاجات تانية خالص. ولو فلفل ألوان طبعا زي ما احنا شايفين بيبقى بيديله ميزة وشكل مختلف تماما. لو عايزين تعملوا بالدجاج اعملوا بالدجاج، يعني ممكن تبقى تغيير والحاجة اللي انتوا حبوها، لكن المزازة اللي بتبقى فيه من السماء ومن دبس الرمان هي دي اللي بتميزه وبتخليه مختلف تماما. نحط واحدة كمان هنا وبعدين بنحط قطع اللحمة هنا، ولسه عندي مرقة تانية دي ممكن تتقدم مع خبز لو حبيته، شوية تانيين من الخلطة هنا وهجيب فوطة بحيث ان احنا قبل ما اجهز ده عندنا طبق رئيسي كمان هنعمله مع بعض. والفكرة فيه ان احنا نعمل مع بعض طبق رئيسي من اللحمة، لكن الاول هنروح ركن العصير. عندنا ركن عصير بنروح فيه نعمل عصير، هنعمل النهارده كوكتيل من البابايا والمانجا والجوافه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي ونشوفكم على خير بعد العصير والفصل ان شاء الله. لو قلنا المشروب كاريبي ولا من هواي هيبقى فيها موز، جوافة، مانجا، بابايا، كل الحاجات ديت مع بعضها وجوز الهند. شيف علي انت عملت هنا ايه؟ جوز الهند؟ نعم. بتستعمل منها ايه؟ المية؟ هستعمل المية طبعتها. اوكي، يبقى طبعا. بيجيب مية جوز الهند؟ نعم. اوكي، بابايا، يبقى خد الجوز الهند حط فيها البابايا هنا. نعم. موز ده يبقى مشروب مميز مختلف. اوكي، عصير جوافه. عصير جوافه، يعني ممكن جوافه طازه او صحيحه او عصير او كده كده يعصرهم في الاخر. عصير مانجا. مانجا، اوكي. مش محتاجين طبعا لا سكر ولا عسل في حاجه زي كده عشان الموز، لانه الموز بيعطي حلاوه. ايوه. اوكي، يبقى هنا عنده شويه ممكن يعملها لنا بشويه هنا من شربات الورد، حبه صغيره بيلون بيها الكوبايه من بره، تدي لها لون وطعمه برده اكيد النكهه واللون. بتحط نوت، يبقى دوت نوع من انواع العصاير. او اصلا الشيف خد الاناناسه وفتحها، دي حلوه شكلها، لونها حلو، فتح مش اناناسه، جوز الهند، ممكن اناناس كمان. نعم. اوكي، ممكن البوملي بعد. اوكي، يعني ممكن اي حاجه ممكن تتفتح وتتحط في قلبها وتبقى مشروب، يا اما حطينها في قلب جوز الهند او هي جوز الهند مع الخلطه البابايا والتروبيكال فود. اهلا بكم. عملنا مع بعض معجنات في الاول، ممكن تستخدم كبسكوت كخبز، وقلنا الدولمة اللي حشيناها بالفلفل كان فيها لحمه مفرومه وتحتها لحمه، ممكن تكون طبق جانبي او رئيسي لو حطيته دجاج، او ممكن ما تحطوش اللحمه اللي تحت. اما دلوقتي هنعمل مع بعض طاجن. الفكره فيها ان انا لو ما عنديش وقت وخصوصا في رمضان الوقت قليل، قطعه اللحمه ديت ممكن تاخد وقت طويل في التسويه، فانا هسويها في حله الضغط وهستعمل انواع من الخضار. الخضار اللي هستعمله هيكون حجمه كبير، يعني هيكون عندي هنا جزر، كوسه، وقرع، بصل، وتوم، دول هيكونوا صحاح هستعملهم مع اللحمه.
ففي الاول هنا احمر اللحمه ونقول شويه على حله الضغط اللي انا بستعملها ايه المفروض اعمله. نحط هنا شويه من الجنزبيل وكزبره وثوم، نحط ملح وفلفل، شويه كركم نحطهم مع بعض هنا. دول بخلطهم مع بعض على اساس ان هتبل بيهم قطع اللحمه. ناخد اللحمه ونحطها غير اللي احنا عملناها وطبخناها مسلوقه، فدي هتبقى معموله ومعمول لها الصلصه بتاعتها منها بنفس الخلطه اللي هي تنزل من الدقيق. نحط دي هنا، اتاكد انها متغطيه تماما وكل قطعه فيها متغطيه. بعد كده في الحله نفسها، لو انا بستعمل الحله نفسها حله الضغط، عاده المهم جدا ان انا لما اجيب حله الضغط اتاكد ان بيكون هنا فيها البلاستيك بتاعها او الكاوتش دوت يكون سليم، لان هو دوت اللي بيحفظ كل الهواء جوه. هي ليه ضغط؟ لان البخار بيطلع منها وبيضغط بيسوي الاكل فيها. دي ملهاش دعوه نهائي بالحله اللي هم بيقولوا عليها بروستو اللي بيطبخوا فيها دجاج بيحمروه. ما تحطوش زيت وتحمروه هنا، ده نوع تاني من الحلل اللي هي بيتقلي فيها، فدي مختلفه. فبحط في الاول وهي لسه الحله مش متغطيه شويه من البصل وشويه هنا هو من القرنفل. ودلوقتي الاخت ام احمد لو لسه متابعانا من العراق كانت طلبت الكيك الاسفنجيه واللي هي كيكه الشطرنج، فديت المقادير زي ما وعدنا حضرتك، وان شاء الله في يوم بعد رمضان هنبقى نعملها وحطيناها على اليوتيوب، ممكن تشوفيها باذن الله كخطوه خطوه. فاحمر ديت هنا، وبعدين باخد قطع اللحمه نحطها هنا ونحط القطعه الثانيه، نحط ده كده اهو. وعايز بعدين نحط بعدها الخضار معاها على اساس كله بسويه مع بعضه. بحط البصل، بصل صغير، وبحط قرع وشويه هنا من الكوسه، الثوم بنحطه صحيح، وبحط قطع بطاطس، يعني دي بطاطس بتبقى صحيحه. واللي هيميز الطبق ده هستعمل معاه تمر، طالما في تمر لسه موجود اللي هو التمر الطازه مش لازم يكون مستوي، نحط معاه مش ميه كتير، شويه كده هو كفايه للحمه. وبتاكد ان انا بغطيها صح زي ما قلت، بتحطها بالطريقه دي وبسيبها واشوف التعليمات اللي بتتقال هي المفروض لغايه لما البخار يطلع منها. ولما تستوي هيبقى بتاخد حوالي مثلا لو بسويها في البيت العادي فبتاخد مني 45 دقيقه، ممكن تاخد 15 دقيقه في حاله الضغط. ناخد اتصال. الو. الو. اهلا اخت وداد. اهلا اخت وداد، ازي حضرتك؟ مرحبا. ازيك؟ الحمد لله بخير. اهلا وسهلا. العام انت بخير. وانت رمضان كريم. صحيح. الله اكرم، الله اكرم. في الدار استاذ اسامه طلعت اكله بس فيها فاكهه مجففه، خليتها بعجينه وبعدين قليتها وبعدين يمكن خليتها بشيره، فما اعرف هاي مقادير العجينه اللي حطيتها بيها. خلاص، اللي هي هقولها لك لحضرتك بعد الفاصل. عندي سؤال سريع لحضرتك اخت وداد، ايه اكتر فقرات بتعجبك، المسحراتي ولا فقره الموائد اللي هي العربيه ولا الحلويات؟ لا الحلويات. الحلويات، طب خلاص يبقى هقول لحضرتك. لا انا ما كده بالطبخ يعني، وعندي يعني خبره شويه بالطبخ يعني، احب الطبخ ومن طفولتي يعني اعرف هاي الاشياء ومتابعتك من زمان. انا شرف لي كتابك وما حققت كتابك. لا ان شاء الله نتصرف ونتاكد ان هو يوصل لحضرتك وباذن الله. بعد ما اروح دلوقتي نعمل سحور، لا مش هنعمل سحور، خلينا نروح نشوف المائده الفلسطينيه هيتعمل القدره الخليليه ازاي، ونرجع ونواصل معاكم. نشوفكم على خير ان شاء الله. مرحبا، كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان، ان شاء الله ينعاد عليكم وجميع الامه العربيه والمسلمين بخير. احنا هلا حنقدم لكم القدره الفلسطينيه بيشتهروا فيها اهل خليل فلسطين، لانه هي بتعتبر مو بالطنجره بتنطبخ، بالطنجره الفخار لانها بتتحمل حراره فبيحطوها بالفرن. فمكوناتها للقدرة الخليلية بتتكون من الزيت والبصل
والثوم وطبعا البهارات واهم شيء الكاري وبهارات القدره والحمص طبعا فلفل وملح والرز واللحمه. اول خطوه بنبلش فيها نسوي القدره، بنحط شويه الزيت ومنضيف لهم البصل والثوم ومنقليهم. بين ما نقليهم حنبهر اللحمة ونحطها بالقدرة، نضيف البهارات على اللحمة ومنحطهم بالقدرة على بين ما تستوي بالقدرة، بعدين احنا منضيف لها الرز ومكوناتها وهي فلفل اسود. طبعاً هلأ بنحطها بقلب القدرة وندخلها على الفرن. كل واحد حسب قدي بده هو العدد بحط اللحمة أو كمية الرز. هلأ هاي حندخلها على الفرن. هلأ فوق هدول بنحط البهارات، البصل والثوم بنضيف لهم بهارات. بعدين نضيف الحمص حسب، في ناس بيحبوا حمص كتير توم كتير بس، وفي ناس ما بيحبوا يكون الحمص كتير او التوم كتير، كل ناس حسب رغبتها. بتكون استوت اللحمة بالفرن منجيبها هيك استوت، منجيبها ومنضيف لها المكونات اللي احنا حطيناها. هلأ منقلي الرز شوي منضيف شوية رز بقاع القدرة عشان تحمي اللحمة. وبعدين احنا منضيف المكونات اللي احنا عملناها، هلأ منضيفها في القدرة. وبنتركها ربع ساعة بس ليستوي الرز. وبندخلها على الفرن. طبعا بنضيف المي.
هلا صارت عندنا القدره جاهزه. بحبوا يحطوا لها مكسرات على الوجه. وهيك صارت عندنا القدرة جاهزة. صحتين وعافية. زي ما شفنا فكرة القدرة اللي معموله فيها حمص كتير وفيها توم، ابتدينا النهارده وعملنا تمر. استعملنا تمر، قلنا بنستفاد موجود عندنا فاكهه جافه كتيره، وموجود تمر، موجود مشمش، زبيب، ممكن نستعمل الحاجات دي كلها. وعملنا نوع من انواع المعجنات اللي هي ممكن تبقى محشيه اما تمر خالص او خلطه من التمر والمشمش والتين. وبنفس التمر استعملناه على اساس نطبخه. بقول هنا في حله الضغط انا حطيتها هنا، ديت حله بخار، يعني بحطها هنا في البخار بيبقى مضغوط جوه، وحسب الحلة بتطلب مني ايه، يعني بيقول لي ان المفروض بتطلع صوت، بتطلع بخار، بسيبها هنا لغاية لما تستوي. بقول اللي ممكن تستوي في خلال 45 دقيقة، ممكن في الحلة دي تاخد وقت قليل. فنيجي نهوت بعد اما بفتحها بتأكد انها باردة، وده مهم جدا، لازم تبرد قبل ما افتحها علشان بيكون كل البخار طلع منها، وإلا ممكن يحصل مشكلة. فدوت اللي احنا عايزينه، نرفعها هنا. وبعدين بنبتدي نغرف. انا حطيت التمر وحطيت الخضار، ناخد شويه من الخضار هنوت مع شويه هنا، عاملين نخله صغيره، وناخد شويه من اللحمه. طبعا بتكون اللحمه طلعت من، خلصنا من تقريبا، مع شويه من الخضار نحطها هنا. وقطعنا القرع وقطعنا الكوسه كحتت كبيره علشان تستحمل التسويه. ممكن تستخدموا اي انواع خضار انتوا تشوفوه. فده هيكون طبقنا الرئيسي، لو ما اعتبرتوش ان الطبق اللي عملناه الاولاني اللي هو كان فيه الدولمة رئيسي. هنعمل مع بعض طبق تاني من الحلويات، يعني هنعمل معاكم حلويات، وهيكون ديت بعد ما نعمل مسحراتي. يبقى في عندنا مسحراتي، هنجيب بطاطس ونحشيها، نعملها انواع مختلفة، وبعدين هنعمل مع بعض حلويات. نشوفكم بعد اما نخلص الحلويات ونتكلم على اللي احنا قدمناه النهارده وعملناه بعد الفاصل باذن الله. اصحى يا نايم وحد الدايم. وقت السحور ما بيسمح لناش نعمل اكل كتير، او الوقت نفسه لو عندنا كباب، كفتة، اي حاجة موجودة من الفطار ممكن بضيف عليها شوية من الفراخ نوت، بحط عليها شوية من الذرة، شوية من الفلفل، شوية من الجزر، وزيتون خفيف عشان اقلل من الاملاح. لو حبيتوا يا اما معلقة مايونيز، او شوية صغيرين من الساور كريم او الزبادي مع حبة زيت صغيرة، دي تبقى حشوات. لو جبت اكواب من البطاطس، بجيب البطاطس وافضيها. ديت في الحالة ديت بتكون جاهزة ان انا اقدمها، وكمان خصوصا للاطفال، يعني دي حاجة ظريفة جدا للاطفال، هم بيحبوا يقوموا للسحور يلاقوا حاجة مختلفة. لو حبينا نقدمه مع طبق سلطة، يبقى عندي هنا النشويات، وكمان عندي حاجات من البروتين، يبقى وجبة كاملة للسحور. بالنسبة للحلويات، عادة ساعات بتتسمى على أسامي الشكل بتاعها، يعني ممكن تكون حاجة ملفوفة زي الأصابع تبقى أصابع، أو ملفوفة مثلثات تبقى مثلثات. لكن ممكن نستعمل أنواع عجينة مختلفة تدي الأشكال نفسها. نوعين من العجائن القريبة من بعض، اللي هو ورق الجلاش، اللي هو بيبقى يعتبر حاجة من الحاجات اللي هي الرقيقة جدا، وبنعمل منها البقلاوة، دي حاجة. أو الحاجة التانية بيبقى عندنا اللي هو ورق بتتسمى ورقة في المغرب العربي، أو ممكن تعمل منها عجينة السمبوسك. يعني دي بتبقى الفكرة فيها مربعة أو مستطيلة. فدول حاجتين من الحاجات اللي هي ممكن نعمل منها أشكال متشابهة. أما الحشوات معذرة، بيض بيض مع سكر بودرة مع لوز مطحون، لو دول اتعجنوا على بعضهم بنعمل منهم اللي هي عجينة المرزبان.
يعني دي عجينه، عجينه اللوز ديت بتتعجن لغايه لما يبقى دوت الشكل بتاعها. بنشكلها زي ما نرجع للموضوع ان احنا بنقول عايزين نعملها طويله او عايزين نعملها وتبقى حشوه لحاجه مثلثه او مدوره، فتبقى الحشوه والحجم بتاعها نسبه وتناسب. نيجي نقول الحشو بقى دوت نعمله ونعمل اللي هي فكره السيجار او اذا كانت معموله طويله بالطريقه ديت، بجيب العجينه نفكها هنا من بعضها، اتاكد انها بتبقى رقيقه، وبجيب القطعه اللي انا هحطها هنا بس بميه، شويه ميه علشان لما تلزق نحطها هنا، شويه من الجنب كمان بعملها بالطريقه دي، وبعدين اقفلها من الجنبين والف والف لغايه لما اوصل لقبل الاخر، نحطها بالطريقه ديت كده ونقفلها من الجنب، لان العجينه ديت هتتقلي فبتاكد انها كلها تبقى مقفوله جامد، يبقى في الاخر بتتحط هنا. والمثلثه ممكن تتعمل منها نفسها واحده مثلثه، يعني باجي هنا واحط في الاخر، نجيب القطعه كده وبعملها مثلث، بقفل المثلث وافضل اقفله كده اهوت لغايه لما اوصل للنهايه، ونحط شويه من الميه بقت مثلثه، يبقى انا عندي واحده مثلثه. او نفس الفكره بنيجي واحده هنا اهوت بنفس الطريقه، يعني لو كانت طويله عندنا او مربعه او مستطيله ممكن نعمل الشكل اللي احنا عايزينه، طبعا مش اعملها مدوره لكن ديت بتبقى برضو طريقه ممكن اعملها حسب الحجم، لو كانت طويله او قصيره بتتعمل بالطريقه ديت. دي واحده، دي بتتقلي في الزيت، يعني دول ممكن بنعملهم وناخدهم نقليهم في الزيت، احطهم هنا يتقلوا عبال لما يتحمروا شويه، نعمل النوع الثاني من العجينه الثانيه اللي هي عجينه الجلاش، نحطهم هنا وناخد شويه من المثلثات نحطها هنا، وبنعلي الحراره لان حطيت كميه كبيره، فعبال لما دول يتقلوا ويحمروا نكون اتكلمنا على الجلاش. فكره الجلاش نفس الشيء، دي بتكون الورقه بتاعه الجلاش اللي احنا قلنا عليها، فبتاكد انها تكون مفتوحه مع من بعضها اذا كان يكون فيها شويه دقيق، وبعدين نقول الحشوه بتاعتها عامله ازاي. بجيب قطعه منها نفسها، يعني نقطع واحده بالطول كده اهو، واسحب دي هنا ونحط دي كده على اساس دي هقفلها. بستعمل قشطه، شويه هنا من القشطه، نحط شويه قشطه عليها، وبعدين قبل ما اقفلها هنحط دي بالجنب كده اهوت، ويبقى انا قفلتها هنا باحكام، واتاكد انها لفت عليها على الاقل مره واحده، وبعدين نفتحها. شويه دقيق هنا، وديت بتبقى الاصابع الثانيه. طريقه القلي بتختلف من واحده لتانيه، هنا نعلي الزيت شويه لان بتبقى في الحراره العاليه اللي انا بستعملها، نعلي الزيت هنا في الحراره العاليه اللي انا اعملها، عايزها تمسك وتقفل قبل، حطها هنا نعمل دوت يتقلي كده اهوت، وديت عشان تتقلي هنا اهوت بحط القطع ديت اللي احنا عاملينها في قلب شبكه، يعني اجيب هنا اهوت زي شبكه وارص فيها دول، نرص واحده اتنين تلاته، الحته المقفوله بتبقى من تحت، نحطها من تحت كده اهو، وبعدين بنحط عليها من فوق حاجه تمسكها، يعني بنحطها كده عشان تبتدي تمسك في بعضها وتبتدي تتحمر. نرجع للبرايوات الثانيه هنا اهوت، نسيبها لغايه لما تتحمر، وبعدين نقول لكم ايه الحشوات اللي احنا استعملناها. استعملنا مع المثلثات ديت اللي هي بتسمى برايوات اللوز، ودي عجينه اللوز اللي هي بالسكر البودره واللوز البودره، مع عجينه الجلاش استعملنا قشطه. لو عايزين تعملوها العكس تعملوها العكس، لكن في الاثنين هنستعمل هنا هوت القطر او الشربات او الشيره. نشوف هنا هوت ابتدت لونها يتغير شويه، هنا ابتدت تتحمر شويه، هسيبها لغايه لما ديت بطلعها وارجعها مره كمان لغايه لما توصل للون دوت، يبقى دوت لون الجلاش.
ناخد شويه من القطر نحط عليها شويه من القطر بتبقى طريه، دي ما بتبقاش مقرمشه، العكس دي بتبقى مقرمشه، دي ما بتبقاش مقرمشه. نحط عليها شويه قطر على اساس تشرب، وناخدها هنا على اساس نقدمها. ناخد كام واحده نحطهم هنا وبحط معاهم شويه صغيرين هنا اهوت من المكسرات ديت، ممكن يكون فستق، نحط شويه فستق عليهم، شويه فستق صغيرين، وبعدين نحط معاهم اللي هو مربى الزهر، نحط هنا مربى زهر، ونروح على التانيه نحط شويه هنا ميه الزهر، ونحط شويه من هنا، وعندي واحده كمان نحطها هنا. بيكون عندي البرايوات دلوقتي او السيجار الملفوف استوت، بناخد ديت من الزيت ونحطها في قلب القطر، يبقى دوت بيكون لونها بيكون ذهبي، ناخدها ونحطها مباشره هنا في القطر، نرفعها من الزيت ونحطها في قلب القطر، بسيبها ديت لغايه لما تتشرب ندفع عليها. وديت بنقدمها بطريقتين، بناخد السيجار بعد ما حطيناها، دي بتبقى ناشفه شويه، انا بحطها هنا بتعمل صوت، ديت بتبقى فكره اللي هي الاصابع او السيجار، نحطهم بالطريقه دي، وممكن دي تتزين، احنا حطينا هنا فستق ودي محشيه لوز، فممكن استعمل حاجه تانية معاها، نحط شويه هنا، والبرايوات اللي هي المثلثات تحط شويه هنا على الطبق اللي هقدمها فيه، وهي لسه بتبقى مبلوله من القطر اللي حطيناه، هحط عليها المكسرات، دي بتمشي معاها السمسم، ناخد شويه هنا من السمسم بس تحط على البرايوات، نحط شويه هنا صغيرين، فعلشان بتبقى لسه في القطر فيها فدي بتمسك عليها. واللوز زي ما قلت ديت محشيه من اللوز، فبحط هنا لوز اللي هو متقطع حلقات ومتحمص. يبقى نرجع لموضوعنا اللي ابتدينا فيه، بنقول ان حاجه ممكن تكون طويله او مفروده او مربعه بصرف النظر عجينه جلاش او عجينه اللي هي عجينه السمبوسك، عرفت ممكن تتعمل ازاي، ودوت هيكون الحلو بتاعنا، اتمنى تجربوه وان شاء الله يعجبكم وانها بضاعه. لو كانت دعاء بتفرج علينا دوت زنود الست اللي انت طلبتيها وعدناك انها تتزع يوم الثلاث، لكن النهارده طبخنا مع بعض وعملنا مع بعض الفاكهه اللي هي كانت فاكهه جافه، وكانت وداد طلبت فاكهه جافه، هنزل لك برده مقاديرها دلوقتي، لكن من الفاكهه الجافه خدنا المشمش مع التمر مع التين وحشينا الخبز. نوع العيش اللي عملناه ممكن يبقى تمر بس او ممكن يبقى مع خبز، فدوت طريقتين ممكن تستعملوا فيهم الفاكهه الجافه، ده حشينا بيهم الخبز. لو حبيتوا ممكن بنحشي الخضار اللي هو فلفل او كوسه او اي نوع خضار، ديت حشيناها بس اخترنا ان احنا نعمل فلفل الوان، ودي كانت فكره الدولمه عملناها بالبرغل، دي كانت فكرتها مختلفه شويه، والبرغل اتحشى واتحط عليه الدبس، كان دبس رمان ومعاها سماء ومعاها شويه من صلصه الفلفل، وديت كانت المرقه اللي مطبوخه مع اللحمه نفسها. اللحمه بطريقه تانية قلنا كل يوم بنلون المائده بتاعتنا وما بننساش الخضار، مهم جدا يبقى فيه خضار كل يوم بصرف النظر نقدمه ازاي. الخضار النهارده قطعناه حتت كبيره، بس استعملنا الخضار اللي استحمل كتير زي الكوسه زي الجزر بطاطس قرع، وحطينا برده معاهم تمر، يعني شويه صغيرين من التمر خدناهم قطعناهم وحطيناهم مع اللحمه وسويناها في قلب الحله اللي هي حله الضغط. وكانت فكره القدره الخليليه كان اتعملت على الطريقه الفلسطينيه، وكان ديت حاجه من الحاجات اللي هي الموائد العربيه اللي احنا بنعملها كل يوم، فدي كانت فكره القدره، وبيبقى معاها الرز كله بينطبخ في طبق واحد. وعملنا زنود الست ومن نفس الفكره، كان فيه البرايوات وفي اللي هي فكره السيجار نفسها. لو ان شاء الله بكره هكون معاكم باذن الله هنعمل طاجن خضار،
وهيكون مختلف شويه، وهنعمل مائده البحرانيه، هنعمل معاها الصافي، وهنعمل رز مسكر اللي هو بيبقى رز احمر بالزعفران والموارد، وهنعمل الجلاش نشوف اللي انتوا عملتوه اللي احنا عملناه النهارده الجلاش خطوه خطوه ازاي يتعمل، وهنشكل منه اللي هي الوردات. ان شاء الله نشوفكم على خير، ولكم مني الف تحيه والف سلام، وصوم مقبول ونفطر ان شاء الله.